بالنسبة لدفاع مواد كحولية اتخذتها النهضة كحزب حاكم باش تنقص تنقص نسبة كحول في تونس، طريقة ذكية شوية استعملتها اليابان، يمكن باش كيما قلت في الانتخابات نتاعها ما تاخذش، مش باش نحي البيران، مش نحي المواد الكحولية، ونجري هما يزيدوا نحن نزيد عادي، هما يزيدوا كدينار نحن نزيدوا كعب، ديما تمشي هذيك، زادوا في المشروبات الكحولية معناها ربي يخلينا الناس. صاحبي هو كيلو الفلفل ب 3000 معناها باش نشوف انا كعبه مش عارف شنو ب 1500 ولا 1500 حاجه عاديه نورمال. كما نقولوا شي بدي من البلاد الله يخلي الاولاد، من الفاتحه الشعب كله شيخ والحمد لله ربي يخلينا النهضه. كارهم وما كارهمش، كارهم يزيدوا باش تهزوا شويه وتهزوا تهز الميزانيه نتاع الدوله، وما كارهمش يزيدوا ب 300 وبالدينار بال 500. ففما اللي قادر اللي كان ياخو في العشرة يولي ياخو خمسة، واللي كان ياخو خمسة يبطلوا جملة، وهذيك هي بلادنا وفي الاخر حشوهونا. صعبوا علينا برشا فهمني، وغلوا علينا برشا اخويا برشا برشا بصراحة. ولا شو اقول لك بالنسبة للمواد الكحولية هذه نورمالمون احنا ديما معناتها نستعملوا فيها، ما تبقى لنا معناتها السوم نتاعها ولا كاسها شوية، ماذا بينا يطيحونا شوية في السوق. اللي عنده 10000 مثلا ما نجمش باش يقاوم باش يعمل حتى 8 كعبات بيضاء. اليوم في تونس تتخيل انت كمواطن تونسي اني داخله في سياسه الدوله في معناتها في مجال معين الارتفاع هذا؟ والله تنجم تقول تو السياسه في بلاصتها والشرب في بلاصته، كل واحد كيفاش. لا احنا لا نتبعوا السياسه نتبعوا شيء، نتبعوا في القطره هذه نشربوا فيها، عباره كانسان مدمن نعمل في كعبات بيضاء باش الشيخ واحد روحه ويروح على روحه. ارتفاع المشروبات الكحوليه هي بصراحه غليت برشا، والزوالي مسكين باش غالب الدنيا هذي كان بها هي، تبقينا شاربينها شاربين وشارينها شارين، وخلنا نتكلم عاد نزيد نحكي. مادام الدنيا تخلبزت بالسياسة وبالواحد بنا باش نغلبوا رواحنا كام كعبة البر. أنا مع ارتفاع الأسعار الكحولية ومع منعوا من المحلات العامة، خاطر ما يشرب فيه كان الزوالي ويشرب فيه كان المحتاج، يخدم في المرمى نهار كامل ولا شيء باش يشرب. بصراحة مش معقول جملة واحدة، هذه مش حكاية، جملة واحدة نتاع فهمني كل يوم يزيدونا في 200 فرنك 300 فرنك هذه مش حكاية. فهمني نحن الصحاب ما احنا فهمني كشوفوا ديما نشربوا، أنا ماخذ فهمني 7 كعبات، تستاخذ 12 13، اليوم ماخذ 8 كعبات و7 كعبات. بصراحة واحد ولا ما عادش جملة واحدة، شنو الميزانية فهمني نتاع تونس اللي هزتها هي؟ هي الدخان والشراب. هي ياسر غلوا فيه معلم. أنا يعني كل يوم نسكر الشل، كل يوم تسكر تونس، كل يوم تسكر أخوي. أنا ما عندي ما عندي شراب وبير ياسر، أكثر حصيلو على الأخر غلوا فيها المشروبات الكحولية. بالنسبة لك أنت اليوم شنو هي الأسباب اللي خليتهم يغليوا فيها؟ الأسباب صفوار الدولة، هي قاعدة صفوار شنو هي تعمل الشعب من الأخر. النهضة هي اللي دخلتها في حيط، تغليك في المشروبات الكحولية وقبل تشد 10 بشهر تو بستة شهور، وزيد تغليك في 7 البير بوات في المارشي نوار ب 17150، في السيبريت ب 13150، كزاز شفت هذه كزاز 18150. الشرب راه مش عيب في تونس، والشعب التونسي كل يشرب، الشعب التونسي من البنكيزي للزوالي من رئيس دولة يشرب حتى يكسل ما عنده حتى 100 فرنك في شهرين. وليت الكعبة ب 1350 البوات، كنا نشربوا في الجزيز دينار ب 850، صبحنا اليوم نشربوا في كعبة البوات ب 850، مش معقول. جيت ترجع الأسباب انت ما تلقاهاش الأسباب، المواطنين الكل مش لاقي الأسباب، مش فاهم الأسباب شنيا الأسباب، الله أعلم شنيا. احنا الزويولة نسكروا على الظروف وعلى الدنيا والله أعلم، كل واحد يسكر عليه مين الأسباب الله أعلم. فما حاجة اسمها سياسة احنا مانيش فاهمينها وما نجموش نفهموها. السياسة هذه اللي قاعدة تدور في تونس، الحاجة الوحيدة اللي تدور كونها النهضة دخلتها في حيط تعودوا في الحمد والفول أو الفول في بلاصة الشكالوف
حاجه بسيطه ياسر نوري لكم حاجه بسيطه ياسر. كونه قبل كانت مشوه، كان حوت، كان لحم، كان درشنيه مع كعبه البير. صبحت شويه فول، كعبه لوز، كعبه بيستاش، 100 غرام بيستاش ما عادش خالطين عليه. الشرب بواسون الكل يزيد كلها في تونس معناها تاخذ على التاكساسيون وتدفع في تاكساسيون كبيره برشا. فهمني؟ معناها واكثر برودوي خارج. التاكساسيون هذه من عاد بن علي. اي من عاد بن علي، خاطر معناها التاكس يمشي من 200% حتى 600% تاكساسيون برك، ما غير شرب. دونك من فايت البلاد كونه باش يدور الدولاب ودور الاقتصاد دخل الفلوس من التاكساسيون تاع الشراب، معناها حاجه طبيعيه جدا. حتى كي باش يزيد فيها كيما قال لك السيد، مش على معاه ولا ضد، شنو قال لك العلاقه شنو هي؟ مش هو قال لك العلاقه عندها علاقه بالسياسه ولا طبيعي جدا باش تكون عندها علاقه بالسياسه. اخي شكون اللي يعمل في هذا؟ ما وزاره الماليه وزاره الواحد، انت تاكس لشكون يمشي؟ مو يمشي لوزاره الماليه، فهمني؟ للكاسه تاع الدوله. دونك الشراب كيما قال لك السيد، كي تبيعها دبوس الشراب حتى ب 10,000 ياخذوها العباد. دونك هما كي باش يزيدوا في السوق بالنسبه لهم، عبد كعبه شراب باش ياخذوها بدينار ولا باش ياخذوها ب 10,000 سي كيف كيف وكا.